Hello, مرحباً. In this video, we will be learning about the letter جيم. ج, جيم, ج. Now, let's hear a song about the letter جيم. يرسم جابر في دفتره جبل قد غطاه الثلج، يرسم أرضا ما أجملها خضراء يغطيها الماء. يرسم جابر في دفتره جبلا قد غطاه الثلج، يرسم أرضا ما أجملها خضراء يغطيها الماء. جيم يرسم جابر جملا في الصحراء يسير يسير حتى يلقى جدول ماء يشرب يجري كاد يطير. جيم جابر يرسم جديا في الصحراء يسير يسير حتى يلقى جدول ماء يشرب يجري كاد يطير. جيم يرسم جابر جديا في الصحراء يسير يسير حتى يلقى جدول ماء يشرب يجري كاد يطير. حرف التين يسافر معنا ونطير معا في الأجواء، في جعبتنا نجمع وردا فواحا ونجوم وفاء. حرف التين يسافر معنا ونطير معا في الأجواء، في جعبتنا نجمع وردا فواحا ونجوم وفاء. حرف التين يسافر معنا ونطير معا في الأجواء، في جعبتنا نجمع وردا فواحا ونجوم وفاء. يرسم جابر في دفتره جبلا قد غطاه الثلج، يرسم أرضا ما أجملها خضراء يغطيها المرج. جاء جمال، جاء جمال. جمال means camel. ج جرس، ج جرس. جرس means bell. ج جد، ج جد. جد means grandfather. ج جدة، ج جدة. جدة means grandmother. ج جسر، ج جسر. جسر means bridge. ج جزر، ج جزر. جزر means carrot. جو جبن، جو جبن. جبن means cheese. جي جبال، جي جبال. جبال mean mountains. Notice how the letter جيم is written at the beginning, middle, and end of a word. In the word جمال, the ج is in the beginning of the word, which looks like this. But in the word فنجان, the جيم is in the middle. Look how it has changed. In the word ثلج, it's in the end of the word, and this is how it looks like. Can you match the picture with the correct word? Let's try. Which picture matches with جبال? جبال. جبال are the mountains. What about جزر? جزر. جزر is carrot. What about جمال؟ جمال. جمال is the camel. The last one is جبن, which is the cheese. شكراً. مع السلامة.